سلام بنات، معكم شو وصفات احم امي. باك نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. ونبداو على بركه الله. عندي واحد البيضه وعندي كاس ديال الحليب وكاس ديال الدقيق، كيسان كبار، واللي ما عندوش هذا الكيسان يعبر كاس ونص ديال العنبه. عندي كيس ديال الخميره 16 غرام، انا درت غير النص ديالو. وعندي سنيده، معلقه ديال السنيده وصاشيه ديال السكر فاني وشويه الملح. ونبداو على بركه الله. ودابا غنخلط كلشي، غنخلطو مزيان، واللي ما بغاش يخلطو بيديه يعني يديرو في مونينيكس ويخلطو. كيما شفتو حتى كيولي الخليط على هذا الشكل هذا. وتقدروا تعوضوا الفاني بالحامض، اللي ما عندوش الفاني وبيدير الحامض يحك شويه ديال القشور ديال الحامض ويديرو. كيف ما شفتو من بعد ما خلطت الخليط خديت هاد الماكينه هذه، هي فاش غنطيبو. انا غنديرها تسخن، من بعد ما تسخن ان شاء الله ونرجع لكم. صافي هي من بعد ما سخنات كيف ما شفتو، يعني دابا راها سخونه. انا دابا غادي غندير فيها الخليط كيف ما شفتو، يعني انا غنديرها بهذا الكاس هذا كيسهل عليا. وغادي نسد كيف ما شفتو ونخليها حتى تطيب على خاطر. وكما شفتو دابا هي طابت، شفتو الشكل النهائي ديالها. وكما شفتو الماكينه الا كانت جديده راه ما تتلصقش، ولكن الا كانت قديمه ضروري تدهنوا بالزبده عاده ديروا الخليط ديالكم. صافي انا درت وحده اخرى ثاني على هذا الشكل حتى نسالي الخليط كاملو. المهم ما تعمروهاش، لان هي الا عمرتوها كتبدا تطيب كتبدا تفيض. ولا كانت عندكم الاله جديده راها بلا ما تدهنوها، ولكن الا كانت مستعمله ومعاوده ومستعمله ومعاوده ضروري خصكم تدهنوها. ديالو بعد ما ساليتو كما شفتو راه كيجي خزال كما شفتو. ودابا غادي نزينو ونرجع لكم، يعني تزين تيبقى لكم الاختيار، زينوه باش ما بغيتوش.